يعني تأخير إطلاق الدفعة الثانية للأسرى المتفق عليه بين الجانبين حماس وإسرائيل بسبب تأخير إطلاق أو مرور الشاحنات التي تحمل المواد الإغاثية، وكذلك تلاعب إسرائيل بأسماء الأسرى، واليوم أطلق الحوثيون صاروخي كروز تجاه إيلات وأسقاط صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل. يعني ما الذي يحصل في اليوم الثاني من الهدنة بتقديرك؟ مساء الخير. يعني الذي يحصل هو في الواقع أن إسرائيل تتلاعب بموضوع الهدنة وتريد أن تمرر شروطها وسياستها الخاصة بالاتفاق، وهو يعني مخالف لما تم الاتفاق عليه من بنود، وخصوصا أن هناك بند يقول يجب مرور المساعدات وشاحنات الإغاثة من مصر إلى كل مناطق قطاع غزة. إسرائيل اشترطت أن يتم مرور الشاحنات إلى شمال قطاع غزة بالتنسيق، ولكن حتى الآن إسرائيل تمنع مرور هذه الشاحنات على الرغم من مرور يومين على بدء تنفيذ الهدنة. من جانب آخر، إسرائيل لم تلتزم بالإفراج عن الأسرى حسب الأقدمية، بمعنى الأقدم فالأقدم في الأكثر أحدث فالأحدث فالأحدث حتى الإفراج عن آخر أسير، وهي لم تلتزم بذلك وتلاعبت بالقائمة كما تشاء. غير ذلك هناك عدم التزام بإطلاق النار على المواطنين، خاصة الذين حاولوا المرور من الشمال من الجنوب إلى الشمال لرؤية ممتلكاتهم، بيوتهم، لجمع حاجياتهم، لاطمئنان على أقاربهم، ويعني تعامل بشكل إنساني مع القضايا التي يعني تهمهم بشكل يومي. للأسف هذا هو واقع الحال، وبالتالي وهذا لا علاقة له بالمناسبة بإطلاق صواريخ سواء في لبنان أو من اليمن أو من أي مكان آخر، هذا له علاقة بالاتفاق الذي عقد مع إسرائيل والذي تضمنه الولايات المتحدة الأمريكية عن الجانب الإسرائيلي، وكل من قطر ومصر عن الجانب الفلسطيني. بالتالي نحن الآن أمام مأزق إذا ما كانت هذه العملية ستستكمل أم لا. الإسرائيليين يقولون أن التأخير لأسباب فنية، ولكن التأخير هو لأسباب أكثر من فنية.